المملكة الآن داخلة في الترجمة بقوة من خلال هيئة الأدب والترجمة والنشر، يعني الآن مثلاً 300 كتاب تترجم الآن. ممتاز. الآن هذه تقدم لها الدعم خلال أشهر القليلة الماضية. وهذا رقم جيد. نعم هذا رقم جيد لفترة أشهر. نعم. يعني نتكلم على سنوات. والذي ترجم ولوزارة توها ناشئة. نعم والوزارة توها ناشئة، لكن الوزارة أيضا تملكت المرصد العربي للترجمة. وهذا مرصد أنشأه أستاذ في جامعة الملك سعود. وبذل جهد فردي رائع في رصد ما نشر من ترجمات في المملكة. وتوصل إلى أن هناك آلاف العناوين المترجمة التي لم ترصد، فقط لم نكن نعرف عنها شيئا. وش اسم الدكتور؟ الدكتور فايز الشهري. ايه. نعم. ايه. هيئة الأدب والترجمة والنشر امتلكت هذا المرصد من جامعة الملك سعود. وهو تابع الآن للهيئة. لكي تديره هي بالتنسيق مع الاليسكو اللي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. لكن ما زال التعاون يعني في طريقه يعني ينهض بشكل صحيح يعني. إنما هذه كلها خطوات تأسيسية مهمة لدعم الترجمة. والمبهج في الموضوع أن هيئة الأدب عندما بدأت في دعم الترجمة خطأت خطوات صحيحة، فأنشأت هيئة داخلية تنفيذية للإشراف على الترجمة، أساتذة تعرض عليهم بالأعمال، ودور النشر تتقدم بأعمال تريد أن تترجمها فينظر في الأعمال وبعد الموافقة يشرعون في الترجمة. الآن الحقيقة النشاط كبير، ولا أنسى أيضا الجهود الشخصية الخاصة للأفراد وجهود مؤسسات خاصة. نعم. في مكتبات الآن متخصصة في الترجمة. نعم. يعني عفوا دور نشر. نعم. متخصصة في الترجمة في المملكة وغير المملكة. كل هذه أعتقد أنها ستسفر خلال فترة ليست بالطويلة، سنتين ثلاثة أربعة، سنجد عندنا أعمال كثيرة. يعني كلمة في أبوظبي أنجزت أكثر من 1000 كتاب منذ إنشائها، 1000 عنوان يعني. طبعا في مصر الأعداد كبيرة، وتونس والمغرب وكثير من الدول اتجهت للترجمة وتعمل حقيقة الإنجاز مبهج. ممتاز أن يكون لدينا نوعية في الترجمة. نعم نوعية أهم من الكم. نعم.